واخذت وعلوم ونهضت. والغرب على فكرة أوروبا الباباوات، الباباوات كانوا يأتوا إلى الأندلس يدرسوا، الباباوات يدرسوا عندنا. ولعلمكم كان الشباب الأوروبي مشان يوري حاله بيفهم في بلده يحكي عربي. كيف اليوم؟ مش اليوم بطلوا، اليوم أكثر الشباب واثقين. لو رجعتوا لخمسين سنة كان تشوفوا هذول اللي قالوا بيحكوا إنجليزي ولا أبصر شو مشان يوري حاله. لا اليوم الشباب واثقين وما بتظاهروش، أما زمان إحنا شفناهم. من أنا عايش عصور مختلفة. المهم هون انتبهتوا، كانوا الغربيين الشباب في أوروبا إنه يحكوا عربي مشان يوروا حالهم متقدمين. لما يكون بعض كتب المسلمين درست في بعض الجامعات الغربية اللي نهضت بعدين 100 سنة، وفي إشي 200، وفي إشي 300، وفي إشي 400 سنة، 400 سنة يدرس كتب في الطب وغيرها وفي الفيزياء والبصريات وغيرها 100 و200 و300. ولذلك هم على فكرة الآن بدوا الموضوعيين فيهم يعترفوا، وأثريتوا كثير من الاكتشافات مسروقة عن المسلمين، مسروقة عنهم. وحتى عمليات كيف بتم، يعني مثلا قاعدة الخميدس هذه اللي بيقولوها، ما هو الخميدس كل جسم مغمور في الماء يفقد من وزنه بقدر وزن الماء المزاح، مش هيك؟ مش هيك؟ طب هاي كاينين المسلمين برضو عاملينها وعاملين التجربة كل شيء تمام. اليوم معظم أجهزة ما يستخدم الجراحين في غرف العمليات الغالبية العظمى منها هي الموصوفة في كتب أطباء المسلمين، نفس الأدوات المستخدمة يجروا عمليات جراحية حتى في الجمجمة. التفاصيل والتخدير ومش تخدير إشي عجيب. طيب حصلت ظروف، وشو هو أساس ليش انهارت الأمة؟ حتى الواحد فينا إحنا لما استيقظ وجد في بلده معظم الاختيارية أمية. هي شو؟ طب ما أمتنا كانت كلها متعلمة، كيف صارت كلها أمية؟ كيف صاروا أميين؟ إن هون في فلسطين كانوا، أنا أذكر لما كانوا يروحوا يأخذوا توجيهي إما في بيروت أو في القاهرة، فيش توجيه هون في عمرنا إحنا، تمام؟ كيف صار هالكلام؟ ليش كيف تراجعنا إحنا؟ هذا موضوع تاني. لكن الغرب بيعرف تماما، وأصلا بدأ الآن يتكلم بكل وضوح، كل هذا أخذناه، وبدأ يكتشفوا كمان إنه هذا العالم سارق هاي من المسلمين وهي كتب المسلمين، تمام؟ كيف صارت؟ إيش اللي جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما جاش بأدوات إنتاج ولا غير، جاء بالفكرة، غير في تفكير الناس، أعطاهم العقيدة السوية وعلمهم كيف يغيروا السلوك. يعني إذن هي آمنوا وعملوا، الإيمان والعمل. ثم القرآن إحنا سبق قلنا وفصلنا إنه القرآن كتاب في منهج التفكير، وبينا شوية في هذه المسألة. يعني القرآن كتاب في العقيدة، بعض الآيات، كتاب في الاجتماع بعض الآيات، كتاب في الفقه بعض الآيات، كتاب في السيرة بعض الآيات، لاحظوها، كتاب في علم النفس بعض الآيات، كتاب في كذا بعض الآيات. طب كله في إيش؟ بعض الآيات في العقيدة، بعض الآيات في السيرة، بعض الآيات في الفقه، بعض الآيات. طيب كله في إيش؟ في منهج التفكير. كيف تفكروا لما بتتعامل معاه؟ كيف بتفكروا؟ وهذا يعني شرحته شوية منه في كتاب سياحة الفكر اللي عنده، أول مقالة في الإسلام ومنهجية القرآن ومنهجية التفكير. وممكن في يوم من الأيام نبقى نستفيد أكثر، وإحنا اليوم أصلاً في موضوع التفسير بنحاول نعطي المنهج في التفكير في التعامل مع النصوص في المنهج. هو المنهج مش ضروري تقول للناس المنهج 1 2 3، ممكن تطبيقات. يصير هو يلاحظ ويتعلم المنهج بدون تفصيل إيش يعني نقصد بخطوات 1 2 3 4 5، تمام؟ فهنا إذن نرجع، كل سيروا في الأرض ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا
كيف كان عاقبة المكذبين. تمام؟ هذه إذن الآية بتحض على إيش؟ تستقرعوا، تنظروا، وبتجلسوا، وبتفكروا، وبتخرجوا. قوانين الاجتماع البشري زي قوانين الكون، وفي بينهم ترابط على فكرة. وإذا كنتم مؤمنين بأن القوانين الكونية لابد أن تنطبق وبتراعوها لأنكم خايفين من عقوباتها، قوانين الاجتماع بدها تنطبق. وأنتم بالذات الجيل اللي راح تكونوا بإذن الله تشوفوا شو كانت الأمة وين الآن، ومش بعيد وين راح تكون، مش بعيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.